أشهر امرأة في العالم في قراءات القرآن الكريم، والسيدة الوحيدة اللي تخصصت في زمانها في القراءات العشر، سندها الأقوى اتصالاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفضلت حوالي نص قرن 50 سنة بتمنح الإجازة في القراءات العشر، الشيخة الحافظة والمحفظة والمتقنة والمعمرة أم السعد. في 11/7/1925 وبالتحديد في قرية البندارية مركز تلة، وما أدراك ما مركز تلة اللي خرج لينا أجمل المشايخ اللي مرت في تاريخ مسجد القائد إبراهيم، الشيخ حاتم فريد الواعي. الشيخ غني جدا عن التعريف، وبحث بسيط جدا في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي هتعرف عنه كل حاجة. نرجع بقى لمركز تلة، محافظة المنوفية اللي اتولدت فيها أم السعد محمد علي نجم. اتولدت أم السعد الأسرة فقيرة، وهي في عمر سنة عينيها شوية، وأهلها عالجوها بالطريقة التقليدية اللي كانت موجودة في الفترة دي، الكحل والزيوت، من غير ما يرجعوا لأي حد من الأطباء. وللأسف الطريقة دي كانت سبب إن هي تفقد بصرها كليا، وكعادة أهل الريف والقرى مع فاقد البصر إنه نظرها أهلها لخدمة القرآن الكريم. وبعدها سافرت العيلة وعاشت أم السعد في حي بحري في اسكندرية، وفي سن 15 سنة تمت حفظ القرآن الكريم كاملا في مدرسة حسن صبح. وبعدها حبت تتعلم القراءات العشر وراحت لشيخة أهل زمانها، زي ما تقال عنها الشيخة نفيسة أبو العلا، الاسم الدارج نطقه عند المصريين الشيخة نفيسة. وفي سن 23 سنة أتمت أم السعد المهمة الشريفة وتعلمت القراءات العشر، وكمان حصلت من شيختها نفيسة على إجازات في كل القراءات. والرواية اللي بتعرضوا قدامك دلوقتي دول 27 راوي برواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية، اللي إجازة أم السعد من الشيخة نفيسة بتبدأ بيها وبتنتهي عند الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. وفي قصة زواج أم السعد حاجة طريفة حصلت، لما راحت أم السعد للشيخة نفيسة علشان تتعلم القراءات العشر، طلبت منها طلب عجيب وغريب جدا، طلبت إن هي ما تتجوزش أبدا. في الفترة دي كانت الشيخة نفيسة بترفض جدا تعليم البنات علشان بيتجوزوا ويخلفوا وبينشغلوا عن القرآن الكريم. وافقت بعدها الشيخة أم السعد وفعلا قررت إن هي ما تتجوزش أبدا، واللي كان مشجعها على كده شيختها الشيخة نفيسة اللي ما تجوزتش فعلا أبدا. وبرغم العرسان اللي طلبوها من أكابر الناس في المجتمع، إلا إنها توفيت وهي بعمر 80 سنة بكر. بعدها بفترة تزوجت أم السعد أقرب تلاميذها إليها الشيخ محمد فريد نعمان، اللي كان وقتها من أشهر القراء في إذاعة الأسكندرية، وهو صاحب أول إجازة بتمنحها أم السعد لحد في قراءات العشر. وبتتكلم وبتحكي الشيخة عن قصة زواجها وبتقول: ما قدرتش أوفي بالعهد اللي قطعته لشيختي نفيسة بعدم الزواج، كان يقرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر، ارتحت له علشان كان شبهي ضرير وحفظ القرآن كريم في سن مبكر، درست له لمدة 5 سنين، ولما أخد إجازة القراءات العشر طلب يدي للزواج فقبلت. وزواج الشيخة أم السعد من الشيخ محمد فريد نعمان دام لمدة 40 سنة، ولم يرزقهم الله عز وجل بالأولاد. وكانت الشيخة بترد بتقول: الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى بيختار لي الخير دايما، لو كان ربنا رزقني بالأولاد كنت انشغلت بيهم عن القرآن الكريم وممكن أكون نسيت. وبتتكلم الشيخة عن حفظها للقرآن الكريم وبتقول: 60 سنة من حفظ وقراءة ومراجعة القرآن الكريم خلتني منساش منه أي شيء، فأنا فاكرة كل آية وعارفة صورتها وعارفة جزءها وبتتشابه في إيه مع باقي الآيات، وكمان كيفية قراءتها بكل القراءات. حاسة إني حافظة القرآن الكريم زي اسمي بالضبط، ومش متخيلة إن أنا ممكن أغلط فيه في يوم من الأيام، لأن معرفش أي حاجة في حياتي غير القرآن والقراءات، ما درستش علم ولا سمعت درس ولا أعرف أي حاجة في حياتي غير القرآن الكريم والقراءات العشر. ومن المشاهير اللي منحتهم الشيخة الإجازة القارئ الطبيب أحمد نعيم، والشيخ مفتاح السلطاني، والشيخ عبد الحميد منصور، والشيخة فاطمة الشيخ، وعدد كبير من أساتذة وشيوخ معهد القراءات في اسكندرية، معهد القراءات اللي ما بيديش إجازة في حفظ القرآن الكريم لأي شخص إلا ويكتب اسمها في أول السند اللي بينتهي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبتقول أم السعد إن أسعد أيامها هو يوم الختمة اللي بتمنح فيه الطالب الإجازة، وبرغم إن هو مر عليها أكتر من 300 ختمة إلا إن يوم الختمة هو أسعد أيامها. وفي يوم من الأيام أحد تلاميذ الشيخة أم السعد ادالها هدية عبارة عن حج وعمرة وإقامة لمدة عام في السعودية، وهناك منحت الشيخة أم السعد إجازات في القراءات العشر المختلفة لعشرات الحفاظ من كل البلاد الإسلامية: السعودية، باكستان، السودان، فلسطين، لبنان، تشاد، وكمان أفغانستان. وفجر يوم 16 رمضان عام 1427 هجري الموافق 9/10/2006 ميلادي، وعن عمر 81 سنة، توفيت الحافظة والمحفظة
والمتقنة والمعمرة الشيخة أم السعد، واتشيعت جنازتها من مسجد ابن خلدون بمنطقة بحري في اسكندرية. رحم الله الشيخة أم السعد ورزقها شفاعة القرآن ورفع درجاتها في عليين. اللهم لا تحرمنا شفاعة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. وبالفعل ختمة القرآن الكريم هي أعظم هدف ممكن الإنسان يعيشه طول حياته. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لتكمل البنيان، جهد تنوء به الجبال تصدعا وتفيض منه قلوبنا عرفانا، من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيب والإتقان، غرباء من كل البقاع تجمعوا هجروا الديار وودعوا الأوطان، غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة الرحمن إخوانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك يا رب يا كريم فاقبل دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به يا رب ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا، وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس وفي بغداد وفي لبنان، في القدس وفي بغداد وفي لبنان. أنا خلاص خلصت. السلام عليكم.